جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد أجمل، يفهم دنياه يعمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة أعزائنا متابعي ومستمعي إذاعة القرآن الكريم من نابلس، حياكم الله وأهلا بكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كن فضوليا، نتنوع معكم في طرح المواضيع التي تهمكم ونثير فضولكم، منها المواضيع الدينية والأخلاقية والاجتماعية، واليوم نتطرق لموضوع وطني لأننا لا ننسى أننا أصحاب حق وقضية تاريخية لا تزال تدار حولها المؤامرات والفتن. موضوعنا أيها الأفاضل اليوم هو ضعف الانتماء للوطن، هي كلمة ثقيلة على قلوبنا جميعا لأننا عانينا ونعاني الكثير في سبيل التحرير، ولذلك يؤلمنا مجرد الاعتراف بأن الحس الوطني لدى شعبنا الفلسطيني بدأ فعلا بالضعف. للأسف باتت مشاهد محزنة، مشاهد عادية نمر عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكأنها لشعب شقيق مجاور، تؤلمنا نعم، لكن هذا الألم لحظي زائل، وكل ألم لا يدفع للتغيير فهو مضرة لا نفع فيه. فلقد فقد الناس حسهم الوطني هكذا، وهل هذا حقيقة أنهم فقدوه؟ هل اختصر الشباب الوطن في السوشيال ميديا المقيتة ليصبح الوطن والقضية ألوانا فقط أو بوستات؟ هل للوضع الاقتصادي المتردي هذا الشعب الفلسطيني دور في ذلك، حيث ارتبط شعبنا بنظام أقساط وشكات بأنظمة عالمية ومالية ومحلية مقيتة؟ أصبح المواطن في سعي الحثيث فقط ويسعى دوما فقط ليؤمن قوته وقوت أبنائه، هل هذا عذر مقنع له بأن ينسى فلسطين؟ هل التآمر والخذلان من الدول الشقيقة للقضية الفلسطينية وموضة التطبيع المقززة التي أصبحت موضوع في هذا الأيام دور في برمجة عقول الشباب وأبناء الأمة الصغار والفاعلين؟ برمجتها ضد القضية وعلى الاستهانة بها وكأنها أزمة عادية لا قضية وطن ومواطن. هل البعد عن الدين عامل في تناسي الناس أن الأقصى والقدس مقدسات إسلامية حفظها من حفظ الدين وإعلاء الحق؟ كيف أزرع حب الوطن في نفوس أبنائي؟ هل يمكن أن أستغل وأستثمر التطور الهائل المتسارع في التكنولوجيا لصالح قضيتي بدل استغلاله للببجي والشات وتضييع الأوقات؟ كل هذا وأكثر أناقشه معكم وأقف وإياكم مع ذلك الصحفي البريطاني روبرت فيسك لما قال: أتعلمون لما بيوت العرب في غاية النظافة بينما شوارعهم على النقيض من ذلك؟ السبب أن العرب يشعرون أنهم يملكون بيوتهم لكنهم لا يشعرون أنهم يملكون أوطانهم. كيف نعزز الوطن والانتماء للوطن في أبنائنا وجيلنا وشبابنا؟ هذا الذي نثير فضولكم عليه، وأستقبل اتصالاتكم على 0923311 وعلى جوال 0599151010، وأيضا أستقبل تعليقاتكم على البث المباشر على صفحة الفيسبوك. فاصل قصير ثم نكون معا. حياكم الله موطني ذلك الوطن العزيز والغالي. هذا الصحفي البريطاني روبرت فيسك لما قال: أتعلمون لما بيوت العرب في غاية النظافة بينما شوارعهم على النقيض من ذلك؟ قال وهو الذي يصف السبب أن العرب يشعرون أنهم يملكون بيوتهم لكنهم لا يشعرون أنهم يملكون أوطانهم. ما أصعب تلك الكلمات وما أقساها على قلوبنا؟ كيف نعزز الانتماء للوطن حب الأوطان من الإيمان؟ ناجح من رام الله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خير، والله يعطيكم العافية الكريم. الله يحماك ويحفظك، تفضل. بداية نقول حسبنا الله ونعم الوكيل إلى ما وصلنا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: توشك أن تتداعى عليكم الأمم
كما تتداعى الأكلة على قطعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ أكثر. قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. والإمعة هي تلك البعرة أعزكم الله التي تلتصق في لية الخروف في مؤخرته، فحيثما دارت شحمة جسمه دارت معها. هكذا دندولة يعني دندولة. نعم. حيث هكذا يكون للأسف الذي ليس له رأي للأسف. وليس له مكان في مجتمعه وليس صحيح. له بصمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المسلم إذا دافع عن وطنه ومات فهو شهيد. والناس بشكل عام أخي الكريم اللي فيش عنده انتماء لوطنه، فيش عنده انتماء لدينه، فيش عنده انتماء لمجتمعه، هذا إنسان ليس له مبدأ، هذا إنسان فاشل ليس له مبدأ. إحنا علينا أن نعزز الإيمان بالوطن كما نعزز الإيمان بالدين. فالوطن والدين قرينان، اللي بيفرط في أرضه بيفرط في عرضه بيفرط في دينه. إحنا للأسف الشديد وصلنا لدرجة إن يضغطونا، لدرجة إنه الواحد يفكر زي ما تفضلت في مقدمة برنامجك الرائعة عجبتني جدا، وفرونا لدرجة الواحد يفكر فقط إنه كيف بس يجيب قوبة عياله وغيف القوبة مدور غيف العيش وإحنا نقارد وراه. للأسف الشديد أخي الكريم إحنا يجب علينا أن نبذل قصارى جهودنا، وإن اعتقلنا وإن عوقبنا وإن جلدنا وإن ضربنا بالمناشير، علينا أن ندافع عن أوطاننا لأنها جزء من أجسادنا وأرواحنا بل ومبدأنا وعقيدتنا. الله يكرمك. إحنا عندنا في فلسطين بشكل خاص المسجد الأقصى. المسجد الأقصى بالنسبة إنه هو روحنا، هو قلبنا، ينبض في داخل كل إنسان فينا المسجد الأقصى. صحيح. للأسف الشديد الآن عندك جيل 20 سنة و22 سنة و25 سنة بقول لك عمري ما دخلت المسجد الأقصى. صحيح. ليش يا أخي؟ كلمة هو ممنوع التفكير وإلى آخره. نعم ممنوع، ولكن لو في ورشة في القدس تأخذ منها 500 شيكل في اليوم تبذل قصارى جهودك انك توصل، بس انك تروح انتماء للمسجد الاقصى، دفاع عن المسجد الاقصى حتى لو في رمضان في الوقت اللي ممكن يكون فيه 90% امكانيه انك تروح. الله يحييك اخوينا. بتقصر وبتروح بتشتغل. طيب بدي اشكرك على شرحتك. بدي اشكرك على شرحتك. فرصه للي بعدك. الله يجزيك خير. التصريح اللي بيحكولها في رمضان وصلت فكرتك. انا للاسف التصريح اللي كانت تطلع في رمضان للسيول كانوا ياخذوها الشباب ويروحوا يشتغلوا فيها جوا وما طيب. يفكروا يروحوا فيها على الأقصى. صحيح. بدي احييك ناجح سامعني يا اخوي. بدي اشكرك لانه عشان اعطي فرصه للي بعدك. الله يكرمك. وصلت فكرتك. احسنت. الله يجزيك الخير ولا يهمك. ولكن والله في قلبي غضب. بعرف والله انا اقدر. جزاك الله كل خير. رسالتك وسط الله يبارك فيك عمرك. وانا بتمنى من اخواننا اللي بيتواصلوا معنا برسائلهم ان يكون خير كلامي ما قل ودل فلم يطل فيمل. سؤالي لكم، كيف نعزز الانتماء في نفوس ابنائنا وشبابنا؟ كيف ازرع هذا الانتماء؟ الواقع مؤلم، لكن انا بدي اخذ منكم قدرات ومهارات وادوات تعزيز الانتماء لحب الوطن. هذا امر مهم جدا. اخوي عاهد من كفر لاقب، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله اخوي عاهد. الله يسعدك. بدايه احنا لا بدنا نخطب ولا نجيس عواطف. لازم نحط ايدنا على الوجع. بدنا ادوات صحيح. نعرف شو السبب عشان الناس نعالج. صحيح. تفضل. الاسباب في اعتقادي اولا وهي بشكل ترتيب يعني مرتبه. نعم. اولا ضعف الوازع الديني. نعم. والتربيه الايمانيه. حلو. اثنين الوضع السياسي القائم في المنطقة وعنا. صحيح. بين قوسين الانقسام. جميل. النقطة الثالثة السياسات الاقتصادية اللي طبقت علينا جبرا عنا من خلال البنك الدولي وغيره اللي من أكثر من يعني جميل 15 سنة هي تطبق علينا. اللي بعده أخوي عاهد عشان أكسب الوقت أنا وياك. فهذه والعلاج هو فيها. العلاج ايش العلاج؟ تفضل. العوده الصادقه لله ولكتابه ولسنه نبيه. طيب اخوي عاهد بدي اسالك سؤال. سؤالي محدد. كيف الاب والام يعزز حب الوطن في قلب اولاده وبشوف ابوه وهو بإهمال في ممتلكات عامة، عدم صيانتها، شجرة وبضربها وإشارة ضوئية وبخربها وحمام عام وبشطبه، كيف الاب بيكون قدوة لابوه لابنه علشان يحب بلده؟ كيف يكون قدوة خاصة إن إحنا الفلاحين يعني. أيوة. الله يسعدك. يأخذ ابنه معاي. وخلينا نوصل تحية لكل الإخوة اليوم قاعدين وأنهوا في هذا موسم الزيتون اللي نزلوا عن الجدار وذهبوا بجهد كبير جدا. الله يعطيهم العافية. لما يكون في
مواجهة أراضي مصادرة، نعم، اعتداءات من المستوطنين، يكون الأب يأخذ أبنائه معاه. نعم. إحنا عايشين من أجل الآخر، بدنا العزوة. بدي احييك اخوي عهد، بدي احييك. الامور العمليه التي يطبقها الاب ما بده، هو اللي بده يرفع الانتماء. بدي اشكرك، شكرا. ما يخاف عليه من اجل الدنيا وينسى وطنه ودينه. الله يخليك. ولا بدنا يصير مهندس ودكتور ويكون مميز. شكرا اخوي عهد، الله يجزيك خير ويبارك في عمرك. مستمع من نابلس، السلام عليكم. اهلا، السلام عليكم. حياك الله، الله يكرمك. بدي اول شيء بارك الله فيكم. الله يسعدك. وثاني شيء بدي اقول لك انه سيدنا محمد لما خرج من مكه، نعم، وهاجر للمدينة، الله يصلي وسلم بارك عليه، سؤال قال والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت، يعني اضطريت إني أخرج. مضطرة. هي أولا هي هذا بأكد لنا إنه لازم حب الأوطان. صحيح. الإشي الثاني الحالة الاقتصادية في البلد، يعني الوضع مش هين، لكن بدي أحكي للي بهاجر عشان الرزقة تبعته رزقته مكتوبة حتى لو كان في وطنه. صحيح. مش رح يكرا ياخذ أكثر من رزقه. يعني بدها إيمان الشغلة. بدها إيمان طبعا. نعم. بدها دين، هذا من البداية لازم يكون جوه معزز دينيا ضعف الإيمان اللي بيعمل هيك. صح. بخليه روح ينص. هل المسؤول عن ضعف الإيمان الأهل، الأب والأم؟ الأهل طبعا. نعم. هو الأهل. نعم. هو الأهل. لأنه برضه عنده عائل. صحيح. وفي عنا ربنا بعث الأنبياء. نعم. في ناس أيتام فيش عندهم أهل، كيف تطلعوا دينين ومميزين؟ لأنه لازم واجبه يتعلم. نعم. لأنه ويل للذي لا يعلم، فيش في إله وادي من وين اللي ما بيتعلم. صحيح. هاي إشي تاني إنه ما باخد غير رزقه حتى لو راح لآخر الدنيا. والإشي الثالث فما بيعرفوا شو قيمة الرباط قديش ثوابه. أيوة. برضو بنرجع للإيمان. أحسنتي. يعني ثواب الرباط. صح. الرباط في الوطن. نعم. خصوصا في هاي الأرض المباركة العظيمة يعني. يعني طبعا. نعم. بعدين الإشي الواحد إذا ما لقى احترامه في بلده مش رح يلقى برا. يعني عليك. يعني مش رح الناس إذا هو ما احترم حاله في بلده مش رح الناس تحترمه، رح تعمله ملقى للأسف. بدي أشكرك. الله يكرمك. شكرا شكرا، الله يبارك في عمرك ويجزيك الخير. ولا زلت أستقبل اتصالاتكم على 0923311010 وعلى جوال 0599151110. وسؤالي لكم في هذه الحلقة التي أثير فيها فضولكم، كيف نعزز الانتماء للوطن وحب الوطن؟ أفعالا لا أقوال، تطبيق لا تنظير، أدوات نراها وسلوكيات على الأرض من أبنائنا وشبابنا صغارنا وكبارنا، كيف ممكن نعزز حب الوطن؟ أخوي عبد الله من صانور، سلام عليكم. يسعد لي اياك. يسعد لي صباحك دكتور. الله يصبحك بانوار النبي. حالك. خلي لي اياك. الله يقويك. تاج راسي. اللي نبدا لك اياها بآية قرآن. تفضل تفضل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. نعم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هاي الآية دكتور سموها العلماء آية الشهداء. أحسنت. أرض الرباط. نعم. عبد الكريم قال بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام. عين عليك. الوطن عزيز يا دكتور. أحسنت. الدين والوطن متلازمان مع بعض. أحسنت. صدقت. الإنسان لازم يسعى لدينه ولوطنه بنفس الوقت يعني. أحسنت. والدين أفضل من الوطن. صح. متعمر في بلدك هون وتخلي. أيوة. شبابك هون بدل ما يطلعوا برا ويهاجروا. برا يعمل حاله شيخ وعامل حاله أبو علي. هون في بلاده أحسن. صح. بدنا هون أبو علي، إحنا بدناش أبو. أيوة. علي برا. الله يسعدك. الله يسعدك دكتور. شكرا شكرا. الله يسعدك. الله يجزيك الخير وبارك في عمرك. أخوي محمد من محمد سلفيتي أو محمد من سلفيت، تفضل أخوي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييك وبارك في عمرك. اتوخ المشكلة عندك في الصوت يا أخوي محمد. عيد الاتصال ومنروح لأخوي أبو مصطفى من نابلس. أبو مصطفى السلام عليكم. محمد من سلفيت، نروح لأبو مصطفى. أبو مصطفى بتمنى أخوي محمد يعيد الاتصال لأنه عنده مشكلة من المصدر. أبو مصطفى من نابلس السلام عليكم. طيب أبو أنس، أبو أنس من الناصر. أبو أنس السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أهلا بالغالي. أنا بنتظر والله، بحب أسمع إخواني. الله يسعدك. الله يعطيك العافية دكتور. تقبل منه منك إن شاء الله. حقيقة كل شيء بهالوطن بدلنا على إنه لازم إحنا نحب الوطن. يعني عليك. والوالد القدوة اللي بيعلم أولاده هذا الأمر صحيح، تقوية الوازع الديني الإيماني يا أخي. المسجد الأقصى المبارك جزء من عقيدتنا ولا طبعاً. لا يا أخي طبعا. والله سبحانه وتعالى هو الذي قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
عند ذكر المسجد الحرام دكتور ما قال الذي باركنا حوله، لكن عند ذكر المسجد الأقصى المبارك قال الذي باركنا حوله. بعدين علمتنا الهجرة يا دكتور، حب الوطن اللي مربوط بالإيمان والدين، وإذا استباح الناس حرمة ربهم ماذا تظن بحرمة الأوطان؟ يا الله، يعني هذا الأمر لولا أنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي ما خرجت منك. والله هذا درس عظيم طبعاً. في حب الوطن اللي لازم يتغلغل في قلوبنا، وإحنا من خلال الإيمان، من خلال الآباء اللي بيعلموا أولادنا هذا الأمر. صحيح مرات دكتور مش مبرر للأوضاع الإقتصادية وكثير من الأمور، ما هو مبرر إنه يخف عند الناس حب الوطن، ما هو مبرر، لأنه إحنا الله أعطانا سبحانه وتعالى لا تزال طائفة، وهذا من الحديث الصحيحة. وأخونا هسه برضو بيصلحنا إذا لا، من يعني بعض العلماء قالوا حديث متواتر من أصح الأحاديث، لا تزال فيها صفة الاستمرارية، يعني لا ينقطع حب الوطن من أهل بيت المقدس وأكناء بيت المقدس. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، بعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خلفهم أو خادأهم من خذلهم. في رواية كثيرة، أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناء بيت المقدس. أحسنت. آخر شغل دكتور، النبي عليه الصلاة والسلام لما ربط البراق عند حائط البراق، ما هو جندي من جنود الله البراق طبعا، ليش ربطه؟ هو بده يضيع ولا يشرد؟ لا، اولا اخذا بالاسباب دكتور، بعدين ليؤكد لنا ان هذه ارض الرباط، فمن اختار ساحلا من سواحل الشام فهو في رباط او جهاد الى يوم القيامه. شكرا بنا، شكرا. بدنا نكتف هاي الامور في الدروس، في الخطب، والتطبيق والافعال تكون على الارض. احسنت، الله يجزيك خير ابو اهلين دكتور، اهلين، الله يعطيك العافيه. الله يخليك اخوي ابو مصطفى، السلام عليكم ابو مصطفى. السلام عليكم، يعطيك العافيه. الله يسعدك ابو مصطفى، بارك، حياك الله. تفضل. سيدنا العزيز، يعني شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، قالوا الصحابي. نعم. فاحنا المشكله انه انتهينا بالاموال وانتهينا بالاشغال عن حب الاوطان، واصبحنا يعني نبحث عن امور يعني غير قيمه، وانتهينا اصبحت مشاكلنا كثيره مع بعض للاسف. يا عين عليك، بعدتنا عن حب بعضنا، شاطرين ندق في بعض ونهجم على بعض، هاي شاطرين فيها. نعم. وكمان في نقطه ثانيه، الاعلام اللي ينفق عليه ملايين لا يقدم لتوعيه الشباب، في الاغلب يفسد، بسيطه جدا للاسف. وشكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا 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 اخوي ابو مصطفى، اشار لقضيتين خطيرات، انشغالنا بالاموال والاهلون، وللاسف لا نعزز الوطن، نضرب بعض احسن ما نحب الوطن للاسف. نروح اخويا، ما زلت استقبل اتصالاتكم على فكره 2-3-3-10-10، وايضا على جوال 0-5-9-9-15-10-10. وسؤالي لكم، كيف نعزز، بدي ادوات يا اخوانا، حب الاوطان في ابنائنا وشبابنا، في ابنائنا وشبابنا. اخويا ابو ابراهيم من فقوع، السلام عليكم. والسلام ورحمه الله، الله يبارك فيك دكتور، اختيارك لمواضيعك. بدي ادي بدي مثل ما تفضلوا الاخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكه ماذا خاطبها؟ قال والله انك لحب ارض الله، ارض الله الى الله، واحب ارض الله الي. نعم. ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرج. اذا الحب يعني بدا في الرسول صلى الله عليه وسلم كثيره، ومن ثم سوره الاسراء والمعراج هي عقيده. نعم. وليست هذه السوره فحسب، يعني كل الاخوه اتناولوا هذه الايه، لكن يوجد ايه اخرى في القران الكريم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قيل أيضا هي أرض الإسراء والمعراج. نعم. الأرض التي باركنا فيها للعالمين هي أيضا أرض الإسراء والمعراج. لكن أنت تفضلت بدنا أمور عملية، كيف نترجم حب الوطن بتعميرها والثبات بها؟ زراعة الأرض، غرسوا فأكلنا ونغرسوا فيأكلون. وبقول بيت شعر قبل ما أنهي، يا ريت. وطني لو شغلت بالخلد عنه، نازعتني إليه بالخلد نفسي، وحبب أوطان الرجال إليهم، مآرب قد ضاها الرجال في حمى الوطن. وتفضلت الأخت أيضا، ثواب الرباط يبقى الأجر إلى يوم القيامة. ونؤكد على الحديث، لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره، أيضا هذه كلها بشارات لأن نبقى في هذه الأرض، وإن صح لنا شيء أفضل في الخارج أن نؤثر الأقل مع بقائنا في هذه الأرض. وبدي أقول كلمة إخواني،
مرت علينا الانتفاضة ومر علينا كل الظروف الصعبة، وهذه البلاد ما بيصير فيها جوع على الإطلاق. انظروا إلى الزيت في هذه السنة والعام الماضي، يوجد من محصول العام الماضي ما يوجد أكثر من 15,000 طن زيت موجود. يعني من فضل ربنا هذه الأرض مباركة، وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يثبتنا فيها وأن يعيننا على الرباط. بارك الله فيك. خلينا أوجه تحية لكل إخواننا المزارعين المتجذرين في الأرض، للي قاعدين على الزيتونات واللي قاعدة بترتب واللي قاعد بعد الزيتات وبطلع زكاتهن، كل التحية للي نطوا عن الجدار عشان يجد زيتونات ويظلوا متثبت فيهم ويأخذوا أولاده، كل الحب لإلهم لأنهم جد يفعلون أعمالا تعزز حبنا وانتمائنا للوطن. ما زلت أستقبل اتصالاتكم على 0923311010، على جوال 0599151010، وسؤالي لكم كيف نعزز حب الانتماء للوطن، حب الوطن كيف يكون من الإيمان، ما هي المسلكيات، ما هي التصرفات، ما هي القدوات، ما هي النماذج لابد أن نقدمها لأبنائنا وشبابنا حتى نثبتهم في هذه الأرض، نجعلهم يحبوها أكثر، أكثر ما يحب غرفته ويحب تخته ويحب اللابتوب تبعه، خلي يحب الشارع ويحب المكان العام ويحب أرضه وبلده وشجره وزيتونه وزيتوناته. أخذ أخوي خالد من تونس. من تونس، هاي مكالمة خارجية أخوانا. خالد من تونس، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي خالد، تفضل. لكل أخواننا في فلسطين، الله يكرمك، تفضل يا خالد. بالنسبة لي باش نتحدث عن الأمرين، فحب الوطن. نعم. أول شيء هو يتجذر بالعقيدة، العقيدة الإسلامية كما قلت أنه حب الوطن علمه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المثل الثاني أنا تجربة هنا في تونس، حب الوطن عن شيء نحن حب الوطن في الأطفال وفي الناشئة، هو أن نمنع الظلم وأن نمنع الدكتاتورية. الأمرين بتجربتنا هنا في دول، نعم. أنه أكثر شيء يخلي الشباب ويخلي الناشئة تكره الوطن تبحث بأكثر الاستبداد والظلم. نعم، الظلم، الظلم بكل أنواع، وخاصة ظلم الحاكم أو المسؤولين. صحيح. ثم انتشار الفساد، يعني الأمران الظلم والفساد كان أنه الناشئة والشعب بصفة عامة لا. الله يكرمك يا خالد، شكرا، شكرا لك على هذه الرسالة من تونس. الله يجزيك خير، شكرا، شكرا أخوي خالد من تونس. يعني أنا أعتذر منك على شوي رداءة الصوت من المصدر، ولكن يكفيني أن هذا الاتصال يأتي من تونس الخضراء، تونس الغالي على قلوبنا كشعب فلسطيني وأمة واحدة مؤمنة. ولكن أنت حكيت قضايا جدا جدا مهمة. أروح لأخوي محمد من سلفيد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدك ويبارك في عمرك، تفضل. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك ويبارك في عمرك. بحب أشكركم على هذا البرنامج الرائع. الله يتقبل منا، والمفيد، واللي بيطرح كثير من القضايا اللي بتهمنا وبتهم الشارع الفلسطيني. الله يسعدك، يعني جدا مميز كثير، بشكركم. الله يجزيك الخير. أنا سمعت البرنامج إنه كن فضوليا. نعم. فأنا بدي أطرح يعني موضوع هو بسيط جدا. تفضل. إيه الناس كثير يعني ماخذ الأمور باستهزاء، ويعني تكون في الجدية في الشارع الفلسطيني. مثلا موضوع الكمامة. نعم. ولبس الكمامة وارتداء الكمامة سواء في المسجد. نعم. أو في الاحتفالات أو في الأعراض. نعم. يعني الناس إنه سكروا قاعات الأفراح وسكروا الصلاة وسكروا جميع شيء، طيب الناس صارت تعمل هذا الإشي في البيوت. نعم. في النهاية الاختلاط حاصل سواء في البيت أو إنه سواء في قاعات الأفراح، طب ليش مثلا ما يكون في عندنا التزام انه تحط الكمامه على وجهك؟ يعني درهم وقاي خير من قنطار علاج. الله يكرمك اخوي محمد. بتشوف الاباء قبل الاولاد، يعني ماخذين الموضوع باستهتار شديد للاسف، انه بس لما يطلع الخط الرئيسي بيحط انه خايف من المخالفه، خايف الشرطه الاسرائيليه تخالفه. للاسف ما في يعني في دافع في داخل الانسان انه مثلا يلزم، ودافع الالتزام هو بيكون مهم جدا. يعني صحيح. احنا من جوانا لازم نربي اولادنا، نربي انفسنا اول كما نربي اولادنا، ان نكون قدوات لاولادنا.
انه يقدر انه انا نقدر قدوه، يعني انه يقدر فينا التزام في حياتنا، التزام في كل شيء. يعني هذه موضوع الكمه موضوع بسيط. مثلا انا امبارح كنت طالع على بس سريعا الله يكرمك عشان اعطي مجال اللي بعدك سريعا بعد اذنك تفضل على كتب كتاب لاحد اقارب، يعني انا الوحيد اللي كنت حاطط الكمامه على وجهي. انت اللي كنت انه مو انا لازم اخدم احط انتقاد في هذه، لا انا لازم اخدم مميز في هذه الشغله. الله يسعدك يا رب. شكرا اخوي محمد. سؤال صغير بس معكم، يعني كنت فضوليا عندي فضول صغير اعرف هالشغله. تفضل سريعا. بسمع بتقولوا مثلا الساعه الان بتوقيت قطاف للتمور، شو هذه قطاف للتمور؟ هذه بتكون الرعاية، بتكون الرعاية. شكرا الله يجزيك خير وبارك في عمرك اخوي محمد من سلفيت. اخوي ابو محمد من القدس، كمان من القدس، السلام عليكم. القدس الغاليه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخوي ابو محمد. يعني بارك الله فيكم اول شيء. الله يكرمك. ثاني شيء انه يعني حب الوطن. أيوة. هذا الشيء لازم يكون مغروس في القلب. يعني عليك. يعني الانسان هذه مفطور عليه يعني. الاصل طبعا. لكن ولكن ولكن الحب يكون مضاعف لأهل فلسطين وأهل بيت المقدس، لأنه هذا من عقيدتنا ومن ديننا. بالنسبة أتكلم كمان بس رسالة سريعة للإخوان اللي عايشين في دول البلد، هذه الأرض مقدسة. أيوة. ربنا سبحانه وتعالى جعل البركة فيها وبارك فيها. يعني أنت تلاحظ حتى عاطلين عن العمل بروح بيأكل بيشرب، الحمد لله. وحتى من الشباب بدخل مالبورو ومعه بشرش صدقا، ما بيشتغل وبتأكيد بيأكل شارب نايم. هو من بركة هذه البلد. الحمد لله في بركة طبعا. الله يعني إحنا نذكر بآية الآية آخر سورة آل عمران. أنت صابر مضبوط، ولكن إقبالك عدوك كمان صابر، عدوك صابر. صابر عليك عشان أنت تطلع منها. وترجون من الله ما لا يرجون. صحيح. الله ربنا شو بيقول؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلك أنت بقول لك اصبر مع عدوك صابر، ولك بقول لك وصابر كمان فوق الصبر بدك تصابر حتى إيش يكسب لك أجر الرباط. يا رب. وبعدين إيش اختريتنا كان يقولوا. أيوة. مثل بسيط قال اللي بيطلع من داره بتنكل من داره. شكرا. الله يجزيكم الخير. شكرا أخوي محمد، الله يجزيك خير في تعزيز حب الأوطان. هذا أمر جدا جدا مهم. خلينا نروح له أيضا لضيف جميل وعزيز ومكالمة مهمة من الأستاذ ماجد صقر، مدير دائرة إعداد الدعاء في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. حياك الله أستاذ ماجد، وأتشرف في أنك تكون معنا اليوم بهذا الاتصال. الله يبارك فيك أستاذنا. يعني الله يكرمك. إحنا حبينا الموضوع وحبينا المعدين للموضوع. الله يجزيك خير. الموضوع ونشكر هاي الإذاعة الطيبة. الله يحفظك ويبارك في عمرك. الحقيقة إنه موضوع حب الأوطان يعني هو أمر غريزي فطري في كل إنسان. جميل. حتى الطيور تحن إلى أوكارها. أحسنت. لكن يزداد الحب لهذه الأوطان عندما تكون لها خصوصية زي فلسطين والمسجد الأقصى. أرض مباركة، أرض مقدسة، بارك الله عز وجل في كتابه العزيز وأكد على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نريد أن ندخل في الموضوع مباشرة. تفضل. الحقيقة كل يدعي وصلا بليلى. آه وليلى. أيوة. لا تقر لهم بوصلي. الجميع يدعي حب الأوطان. الأوطان حبها عبارة عن سلوك وليس ألفاظ، وإن كانت الألفاظ دائما يقولوا الألسنة مغارف القلوب. صح. لكن لا حب سلوك. نجد نعم سلوك. السلوك الحقيقي حب الأوطان يعني أن أكثر الوطن على نفسي وليس أثرت الوطن. حب الأوطان عطاء وليس أخذ وامتلاء جيوب. حب الأوطان مختصر العام عشان الناس يفهموا، أصف سيارتي باحترام. يعني أحافظ على جاري، أحافظ على البيئة. يعني مش أكسر الشجر. صح. حب الأوطان الحقيقي أنه أنا أساعد أسر الشهداء والأسرى ومن هدمت بيوتهم. حسنت. الفزعة اللي كنا معتدين عليها في السابق لما يجد الزيتون أو لما واحد بده يعقد دار أو بده يكون بعمل العمل التطوعي هذا اللي بلشنا نفتقده. حب الأوطان إني أحمي المسجد الأقصى وأدافع عنه، لكن إحنا نهتم في هاي اللحظات في موضوع المسلكيات. صحيح. المسلكيات اللي احنا للاسف في عنا ازمه اخلاقيه. والله كبير. في عنا اخلاق. والله كبير يا استاذ ماجد. ازمه اخلاقيه. نعم. في كيف نتعامل مع الشارع، كيف نتعامل مع البيئه، كيف نتعامل مع المسجد حتى. صح. المسجد يعني انت لاحظ الامام صار له 20 سنه بقول لهم يا جماعه الجرابين، يا جماعه حطوا بس احذيتكم في مكان لا تؤذوا المصلين الريحه. شايف؟ اذا المصلين اللي هم صفوه الامه في الاغلب
مش قادرين نغيرهم كمسلكيات. إذا هذا دليل على أنه ما عندنا فهم لحب الأوطان. يعني أنا مرة ضربتها في المثال في موضوع نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بنختم كيف في عندنا خلل في المفاهيم. يعني لما جاءت حملة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت حملة رائعة وبالأخص أنه من لم يحيي ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم صار يحييه بطريقة غريبة جميل. لكن تجد أنه حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان اللي شتم الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف مين اللي ضربه؟ الذي يعتاد على شتم الذات الإلهية. ليه؟ لأنه هو معتاد أن يشتم الذات الإلهية كسلوك، لكنه يعتبر شتم الرسول صلى الله عليه وسلم إشي خارج عن العادة. هو حبه للرسول صلى الله عليه وسلم أمر جيد، لكن هو ما فهم أنه شتم الذات الإلهية أصعب من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وضع صعب أخطر. حب الأوطان بس سلوك. ما بدي أنا تحكي لي عن الوطن وقدسيته وكذا، بدي أشوفك لما تكون في السيارة ما تنوي نسايات، بدي أشوفك تحافظ على بيئتك وعلى شارعك وعلى مسجدك وعلى كل مكان عام، حتى نعيش في هذا الوطن بحب وسلام وأن نزيل الاحتلال إن شاء الله. شكرا 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 أستاذ ماجد الصقر مدير دائرة إعداد الدعاء في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على هذه المداخلة الجميلة واتصالك، جزاك الله كل خير. ولا شك أنه تحدث في زبدة الكلام وفي لب الموضوع السلوك يا أخوانا. ما بزبط أحب الوطن وأفسد فيه وأخرب وأدمر وأوكل وأسرق وأغش ولا أكون أمينا. حب الأوطان تحتاج إلى مسلكيات على الأرض وتصرفات نراها في أخلاقياتنا، لا أشعار نقرأها في جرائدنا وصحفنا وبوستاتنا. أسرق سريعا أخوي خالد الرواد الله يبارك فيكم، ومؤيد بولي دكتور سعد صباحك محمد، الانتماء للوطن فرض وليس واجب، وهذا مهم جدا أن نكون فاهمين شو معنات حب الأوطان. عمر جابر بارك الله فيكم على طرح هذا الموضوع الحساس في ظل هذا التمايع في الحس الوطني. عبد الهادي شوي يقول دكتور السياسة العامة في البلد تعمل على حب الهروب من البلد وليس الانتماء للبلد، لذلك لنغير. فراس أو فارس بلا جواد، السلام عليكم. الوضع الاقتصادي ذهب أغلب الناس والشباب خصوصا الأعمال للبحث عن مستقبلهم ببناء بيت أو يجمع النقود للزوجة جعلهم ينسون قضيتهم فلسطين وحب وطنهم التي لابد أن يكون حبا في السلوك والأرض والتطبيق. هندي بقول أو هندا بتقول ما شاء الله حدث ولا حرج، رمي نفايات شباك سيارات محارم بلاستيك كاسات كبكبة بهدلة وشوف الأشياء السلبية للأسف الشديد، وتلاقي الناس لابسين بدلات وبنظروا لك على حب الوطن. حب الوطن سلوك. تيسير بقول الوطن والوطنية موجودة في قلوب الشباب والبلاد، ودليل ذلك هذا الوضع الذي يعني دائما ندافع فيه عن بلادنا، ولكن تحتاج أن تعزز أكثر تعزز أكثر. وبالملخص الشديد أم صلاح بتقول العمل عند العدو منتجاته لابد أن يتغير، ونكون إحنا دائما نصنع أعمال لأبنائنا. وفادي عودي لا يوجد سعادة بالنسبة لي أكثر من حرية موطني، حب وطني من الإيمان. ودلال سماحة لأختم في تعليقها، أحبك جدا يا وطني سرا وعلانية كحبي لأولادي، فهم وطني ومملكتي وبلادي، فأنت وهم يا وطني جدا متشابهان ومتلازمان. نحبك يا إذاعتنا ويا إذاعة القرآن الكريم. الله يكرمك يا أختي أم محمد عبد السلام. حب الأوطان يزرع من الأطفال منذ الصغر بإزالة الأذى عن الطريق وإماطة الأذى في البسطة والتواصل الاجتماعي الجميل، هكذا تزرع حب الأوطان. وأنس ما هي قطاف البذور التي نتذكرها دائما؟ لابد أن نكون سلوكياتنا إيجابية. أيها الكرام أختم بالوقت المتبقي والسريع لي أنه حب الأوطان بالسلوك بالأداء بالحب بالتفاعل بالتواصل، لا تنظير بذلك بقدر ما نريد أن نرى أعمالنا أرض. التاجر اللي بيصنع تجارة صحيحة وبيخلي شبابنا ثابتين في أرضهم واللي بيعطيهم رواتبهم كويسة، والموظف اللي بيكون أمين في مكان وظيفته ولا يختلس ولا يسرق، والحاكم اللي بيكون صادق وعادل، كل هذا يعزز في حب الأوطان. وإنت وأنا مع أولادنا وسلوكياتنا على الأرض بتعزز من حبنا لأوطاننا بأفعالنا الإيجابية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا، وأن يحرر هذه البلاد بعزائم الشباب والشيوخ. حماكم الله جميعا، الحب موصول لكم لكل إخواننا وأخواتنا اللي تواصلوا معنا. واليوم يا أستاذ محمد الملاح وصل صوت إذاعة القرآن الكريم إلى تونس الخضراء ليعلموا أن حب الأوطان من الإيمان. لكم محبتي وافر الانتماء لكم جميعا، وواصل الحب والحب وأيضا والشكر موصول لفريق العمل في الهندسة الإذاعية الأستاذ أسامة ملحس، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه شفاء لا يأتي بعده سقما، والأستاذ في الإعداد والهندسة الإذاعية الأستاذ محمد الملاح حبيب القلب والمعد والمساعد لي ودائما السند والمدقق دكتورنا الأستاذ محمد الملاح، وأيضا لأختنا الفاضلة أريج عمران في الإعداد، جزاها الله كل خير والله صلى الله عليه يحفظها ويحفظكم جميعا ويخلينا إياكم. وهذا النجاح يا إخواننا من كثرة دعائكم الصادق، وإن شاء الله أن نتقن فنصل لقلوبكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.